ومعنا مشاهدينا الكرام من باريس عبر سكايب السياسي العراقي السيد أمير المفرجي، مرحبا بك أستاذ أمير معنا. بداية، إلى أي مدى ترى أن دخول الميليشيات الحياة السياسية وصراعها في السلطة سيؤدي إلى كارثة في العراق حسب ما وصفت مجلة فورين أفرز الوضع في العراق؟ أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. حياك الله. يبدو أن المشهد العراقي وكما توقعت سابق قد بدأ بالوضوح أكثر فأكثر. ما حصل من صراع سياسي لاحظنا يعني بوضوح في ما حدث في البصرة بعد أن تحول إلى صراع عسكري بين يعني بعض الجهات التي يعني تدخلت من أجل إخماد ثورة العراقيين، وهذه الجهات هي التي يعني تريد أن تبقى في السلطة. أنا في اعتقادي الشخصي بأن المشهد العراقي أصبح يعني خطير للغاية، وخصوصا نحن ننتظر ما سوف يحدث في يوم السبت القادم، وأنا متوقع بأن النتيجة ستكون مخيبة للعديد من الذين يعني يحلمون بالسلطة وبالرجوع. المشهد السياسي العراقي لا يتحمل الآن بعد التزوير، بعد ما تفضلتم به قبل قليل، عملية بيع المناصب وبيع يعني مستقبل العراقيين بأموال مسروقة من قبل سراق كانوا موجودين في هذا النظام السياسي منذ 2003 ولحد الآن. لا أعتقد بأن هؤلاء سيبقون في المشهد السياسي، لأن الوضع العام للعراق سواء كان من في الخارج أو في الداخل يعني ينظر بتطور جديد. قد يكون الشارع العراقي هو يعني صاحب الرأي الأول والأخير فيه. صحيفة إيكونومست في تقرير لها أكدت أن الأحزاب استخدمت الفكر الطائفي لحشد الدعم لها، ولكن كيف تفسر أستاذ أمير الرد الشعبي في أثناء التظاهرات التي خرجت لتحرق مقار تلك الأحزاب والميليشيات وتحرق العلم الإيراني؟ شيء طبيعي، الشعب العراقي بفطرته هو شعب يعني مؤمن ويخاف من يعني الدين ومن ما يعني يقال في الدين عن طريق يعني رجال الدين الذين قاموا بتخويف العراقيين على أساس أنهم هم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا المجال. ولكن المشكلة المشهد قد أصبح واضحا بعد أن عرف الشارع العراقي بأن إيران من خلال انتشار مناخ طائفي ويعني جو لا ليس له علاقة بالدين ولكن بعلاقة أجندات غربية إيرانية، استخدمت هذا الدين السياسي من أجل أولا السيطرة على العراق، ومن ثم جعل العراق يعني منطقة أو دولة تابعة لها. العراقيون الآن عرفوا ما هو الموقف الواضح لإيران وما تريد إيران من العراق. إذن الطائفية قد استعملت عن طريق إيران من خلال أحزابها السياسية في العراق، ولكن وكما توقعنا بأن هذا الوضع سينكشف يوما، وقد كشفه العراقيون في البصرة وفي مدن الجنوب والفرات الأوسط. ومع الأنباء التي تتحدث بتشكيل أو تكوين ميليشيا الحشد قوى التعبئة احتياطية في البصرة لحماية مقرها هناك، كيف ترى علاقة ميليشيا الحشد مع الشعب وسط استمرار تصدير الحشد خطاب حماية الشعب؟ لا شك أن ما وراء ما يعمل به ما يسمى بالحشد الشعبي وخصوصا الفصائل التابعة لقاسم سليماني وإلى إيران هو نتيجة لتطور الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق. إيران تريد أن تستعمل شيعة العراق من أجل أجنداتها الاستعمارية القومية التي يعني ليس لها شأن بالعراقيين. إذن ما يحدث في العراق من تطور في يعني المد الميليشياوي في العراق هو نتيجة لوضع الولايات المتحدة هذه الميليشيات على لائحة حمراء، وقد تنظر يعني هذه اللائحة بخروجها من المشهد السياسي، خصوصا وأن إيران تستعمل هذه الورقة الأخيرة
من أجل الخروج من الأزمة الأمريكية التي جاء بها الرئيس الأخير ترامب. إذا أنا في نظري وفي اعتقادي الشخصي ما يحدث في العراق من تطور في الوجود الميليشياوي هو نتيجة لحس هذه الميليشيات وخصوصا إيران بالخطر الأمريكي من جهة، ومن جهة ثانية استعمال إيران لهذه الميليشيات لغرض يعني الخروج من محنتها في مجال يعني المجال الدولي خصوصا في الملف النووي. نعود اخيرا للتذكير ما بدانا به بعد تاكيد القيادي بتحالف الفتح رحيم الدراجي ان هناك مزادا لبيع الوزارات والمناصب الحكوميه، الى اين بعد هذا التصريح ستذهب هذه الطبقه السياسيه بالعراق بعد فضيحه تزوير انتخابات ومقاطعه الشعب لها؟ هذا يعني يجب ان ناخذه يعني بعين الموضوعيه ونقول انه هذا شيء جيد، لان العراقيين الشارع العراقي ينتظر عوده هؤلاء من اجل الثوره مره ثانيه. انا في نظري انه الشارع العراقي سوف لا يسمح بوجود حكومه او بوجود فاسدين يشترون المناصب والحقائب الوزاريه، وهذه ستكون يعني انطلاقه شراره اكبر من الماضي ستقضي على ما بقى من هذه العمليه السياسيه التي اصبحت يعني واضحه بفسادها، اصبحت واضحه بفاسديها. يجب ان نعلم بان المستقبل العراقي ستحتمه هذه المظاهرات وعنفوان الشباب العراقي الذي خرج والذي لم يعد يحتمل بوجود حقائب تشترى مليارات الدولارات التي سرقت من قوت هذا الشعب العراقي المسكين. شكرا جزيلا لك مسكايب عبر سكايب من باريس، سياسي العراقي سيد أمير المفرجي.